الشغل انا وزمايلي احنا اضفنا لمراكز الرعايه الصحيه في فتره كثير صعبه بمر فيها اللي هي فتره الكورونا. بالتالي وجودنا فرق في انه احنا خففنا من وتيره الشغل من الضغط على زملاتنا. طبيب الأسنان كثير بتعامل بشكل very close للبيشنت، فهذا بيخلي على عاتقك مسؤولية كثير كبيرة إنك تحافظي على نفسك من هذا المرض عشان ما تكوني وسيلة لنقله لناس كثير عزيزين على قلبك. أنت في النهاية زوجة، أم لطفلة، ثالث حاجة ابنة لوالدين كبار بالعمر، أتريسك كبير إنهم ينصابوا بهذا المرض. هذا بيخلي الست طبعا كثير متوتره وكثير كثير قلقانه من انها تكون سبب في انها تنقل المرض، لكن هذا لا يعني انه الوحده ما تمارس شغلها وتحاول انها تساعد الناس وحتى انها تساعد نفسها يعني.